هو الاس جايبهم بالعربي بقى الخصية. طيب انا بس قبل ما ابتدي فيها دي جلاد ولا لا؟ حد يعرفني this is لا معلش يا ولاد، لما تيجي تعرف جلاد بتقول الحاجات دي داخل ولا اندوكراين ولا ميكس جلاد؟ اول كلمه this is عباره ايه؟ ميكس جلاد فيها جزء اكسوكراين عارفين هو السيمينيفروس ايه؟ تيوبيولز بيصنع سبيرمز تمشي بطقس. طب في جزء اندوكراين؟ يا جماعة قبل ما اقول ستروما وفارنكا والاسطمبه اللي انتوا عارفينها دي، عايز حد من حضراتكم يقول لي هي التستس في الاصل كانت سكروتم؟ سكروتم بالعربي كيس السفر. حد شاطر يقول لي التستس في الديفلوبمنت كانت في سكروتم اصلا ولا كانت ريترو بريتونيال ونزلت بعد كده حصل لها فين؟ للسيد فين؟ في سكوت. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خلاها نزلت في سكوت؟ اهم سبب ايه؟ البودي تمبرتشر 37 ده غير ملائم لعمليه تكوين سبيرمز. تسمع على حاجه اسمها كريبتوركيديزم؟ دي كلينيكال ابلكيشن مكتوبه ليتر اون. ممكن تسيبوا ثواني وتخليكوا معايا. كريبت يعني عارفين نقول حفره، حاجه مخفيه. أوركيد يعني خصية. كريبتوركيدس يعني تستس مش شايفينها. انتوا عارفين أول ما الجنين بيتولد البيبي ما بيتولد لازم أفحص مين؟ سكروتم اللي هو الكيس اللي بره ده، أشوف التستس نزلت فيه ولا لأ؟ ليه؟ على فكرة في أطفال اسمع دكتور بعد أسبوع تلاقيها نزلت لوحدها. لغاية 40 يوم ممكن أحيانا تنزل لوحدها. ما نزلتش اطلع خد انا سايبها تحت. لو سبتها كل ما تولد المده اللي انت سايبها فيها في الهاي، يا جماعه احنا قلنا 37 ده درجه حرارتنا من جوه، طب هل دي ملائمه للسبرماتوجينيسيس؟ خلي بالك هتقضي على السيلز ان هم ستيم سيلز اللي موجوده فين؟ في التست. فربنا سبحانه وتعالى خلى اساسا التست تطلع بره عشان كده. طيب ولو ما طلعتش بره استنيناها وما نزلتش هنفتح نعمل عمليه. كان زمان ايام عهد الديناصور يقول لك استنى عليه 7 سنين عشان يستحمل التخدير ومش عارف 7 سنين يكون باظت. كل ما كان بدري كل ما كان احسن. نعمل له عمليه ساعات بيبقى فيه اوبستراكشن في المسار انها تنزل، وساعات تبقى نازله في ناحيه والثانيه لا، تروح واخدها منزلها وساعات كمان يثبتوها بغرزه عشان نضمن انها ايه؟ ما ترجعش. حته مهمه جدا جدا علشان البودي تمشي. طيب قبل برضو ما ابتدي في التستس وتفاصيلها اللطيفه اللي لازم اعجاز ربنا سبحانه وتعالى في التستس. يعني هتسمع كلام عمرك ما كنت تتخيل انه عندك. مفاجآت قويه جدا. بس ممكن اتكلم كلمتين عن سكروتم قبل ما اخش فين؟ مكتوب تحت يعني تحت الدفنشن كده كلمتين عن سكروتم. يا ولاد سكروتم ده كيس معمول من الجلد اساسا سكين باوتش. دكاترة هل في سبكوتينيوس فات هنا؟ ما فيهوش سبكوتينيوس ايه؟ فات. ليه؟ لان انا عايزه يا جماعه الفات بيعمل زي انسوليشن يعني محافظ على الحراره جوه عاليه. لا احنا عايزين الحراره تبقى اقل من ايه؟ من 37 بكام؟
درجتين او ثلاثة. دي الحرارة المناسبة لمين؟ suitable for what؟ for spermatogenesis. في كمان الجلد ده في شوية sweat glands. مين يفكرني سنة أولى sweat glands كانوا كم نوع؟ مزلتاش بس محمد ميروكراين وإيه؟ ميروكراين كان بنسميها إكرا. يبقى كلمة إكراين اللي مكتوب عندنا ECC دي مقصود بيها ميروكراين sweat glands. طب ليه ربنا خلى هنا sweat glands؟ يا جماعة احنا عارفين ليه في الصيف بنعرق؟ مش ده بيخفض الحرارة؟ فكون السكروتم السكين بتاعه مليان سويت ايه؟ جلانز العادية، فدي بتسهل نزول الحرارة، من أحد العوامل اللي بتهبط الحرارة. طيب في ايه كمان؟ في يا جماعة عضلة اسمها دارتوس ماسل. اسمها ايه؟ ممكن تسيبي كده ثواني انت فهمتي معايا؟ الدارتوس ماسل دي موجودة تحت الجلد على طول وبتبقى هزهزة في الريجل. يعني ايه هزهزة؟ يعني المرادف للريجل، يعني حاجة كده ملهاش ترتيب معين. دكتور يبقى الاتجاهات بتاعة الماسل دي مش منتظمة. لما الماسل تعمل كونتراكشن يحصل رينكلينج اوف ذا سكين. يعني ايه الكلمة دي؟ تتكرمش الجلد. وده بيحصل امتى؟ في البرد. ليه؟ عشان ما يحصلش سواتك، ما تبقاش السواج لانز عرضة للدم، تقلل سواتك يعني. طيب امال في الحر يحصل ايه؟ المسلز بيحصل لها ايه؟ ريلاكسيشن، فمبقاش الجلد رينكل، فبالتالي بيبقى ايفابوريشن اوف ووتر من السواج لانز اسهل. الكلام ده كله كلام بسيط وسهل تقراه لوحدك وتفهمه. طيب تعالى بقى كده نشوف. حد فاكر كلمة ستروما وبارينكما؟ مين من ولادي يفكرني ستروما؟ دي كانت ثلاث عناوين. كبسول وترابيكلي وريتيكلر كونكتد تيشو. أول مرة أقول لك غدة ليها ثلاثة كبسولز. حضرتك قلت لي هي في التطور. كانت أصلا في السكروتم ولا كانت وحصل لها إيه؟ طب بدل اي حاجه في الابدومن تبقى كفر في البريتونية، وهي نازله تسحب فول من البريتونيه معاك. يبقى اول غطا اول كبسوله خارجيه. مين بص على رسمتي دي؟ حد شايف الرسمه دي؟ حد شايف الكبسوله الخارجيه دي؟ ده البريتونيه فوق. معلش دكتور عشان تبقوا فاهمين اتجاه الرسمه دي كده، ده الانتيريور سيرفيس بتاع التستس، وكده ده المستير ايه؟ ودي الغدة اللي قاعدة فوق الفصية بتخزن فيها سبيرمز اسمها الابيديديمز. حلو كده؟ طيب حد شايف دي؟ هي دي كبسول كاملة محاوطة بتسس؟ لا، دي فول من ايه؟ من البريتونية. نزل مين خد باله كونتيني واسمع بقية البريتونية من اللي فوق. مين يفكرني البريتونية زيه زي البلورا؟ يعني كام لاير؟ تو لايرز. فيسرال وين؟ الفيسرال بتبقى لازقه على مين؟ على الفيسرس. انما الكرايتل هي اللي بتتفصل عنها. طيب في سبيس ما بينهم ولا لا؟ طيب الكبسوله اللي بره دي على فكره اسمها تيونيكا، يعني لايرز. تيونيكا فاجينالز. قلت لي اسمها؟ يبقى تيونيكا فاجينالز ده فول منين؟ من البرتونيوس. كونتينيوس مع بقيه البرتونيوس. كام لاير؟ فيسرال وين؟ ما بينهم في زائد سائل كده. الفيسرال فايت دول لاين بايه؟ زي الكورة. سيمبلز ويكس. وما بينهم سائل سيروس ميمبرين. عشان كده يا جماعه بنسميه سيروس ميمبرين. ده بيسهل حركه التسس. لوبريكانت يعني. معلش بقى سيب ايدك وبص على التو كبسول اللي انا عاملاه بالاحمر. دي اسمها تيونيكا البوجينيا. مين يقول يعني ايه البوجينيا؟ حد فاكر البوجينيا معناها في تكدس من مين؟ انهي نوع من الفايبرز اللي كانوا رابط؟ الوايت كولاجينس فايبرز. فيبقى ده دنس كبسول ولا لوز كونكتد تيشو؟ ده دنس فايبرز كبسول. يبقى مين خداله؟ انا قلت لك فين الانتير سيرفيس؟ اهو. مين خد باله الكبسول ده تخنت؟ سميناها التيونيكا ايه؟ البوجينيا. تخنت ورا ولا لا؟ تيكن بوستير. الحته اللي تخنت ورا دي ركز قوي يا دكتور في الاسم ده،
ميديوس باينال تيستس. والتاني مين خد باله ميديوس باينال تيستس؟ الحته الحمراء التخينه اللي ورا دي بيطلع منها سته او ترابيك، تقسمها الى ايه؟ تصغير لوب ايه؟ عارفين كم حجره؟ كم كومبارتمنت او كم لوبيول؟ حوالي، لا خلي بالك عشان في حاجات تحسبوها لي، حوالي 250 لوبيول في كل تيستس. كل لوبيوله ممكن تخلي بالك عشان تحسبوها، كل لوبيوله فيها مين شاف الانبوبه دي؟ دي واحده من السيمينيفراس تيوبيولز. كل لوبيوله فيها من واحد لاربعه سيمينيفراس تيوبيولز. حضرتك كده فهمت يبقى التيستس فيها كام سيمينيفراس تيوبيول؟ من كام لكام؟ وما كام حجره؟ 250 لوبيوله، كل واحده فيها من واحد لاربعه، يبقى من 250 الى 1000 سيمينيفراس تيوبيول. طب مين شايف؟ على فكره السيمينيفراس تيوبيول عشان تبقى فاهم حوالي نص متر. طولها كام؟ الانبوبه طولها نص متر، موجوده في حاجه زي ايه؟ فلازم تبقى هايلي كونفليوت. طيب مين شايف انا رسمه نقط كده ما بينها؟ النقط دي قصدي بيها الانترستيشال سيلز، دي بقى الانهي بارت؟ الاكسوكراين ولا الاندوكراين؟ دي اللي هتفرز مين؟ التستوستيرون. طيب انا على فكره النهارده احنا موضوعنا السيمينيفراس ايه؟ تيوز باذن الله. طيب مين خد باله في كبسوله ثالثه؟ طب معلش مين يراجع معايا اسامي الكبسولات اللي قلتها الاول؟ تيونيكا ايه؟ فاجينالز، وده البريتونية الفوق. ثم ترو كبسول اسمها تيونيكا البوجينيا وثيكن بوستيريور ولا عملت ايه؟ ميديوستاين تيست. ثم في تيونيكا باسكولو، حد شايف ال بتاع اللي انا عاملاه مشخبط من جوه ده؟ ده هايلي فاسكولار كونكتيف تيشو، كانه عامل كبسوله ثالثه ولا لا؟ بس مليانه بلاد ايه؟ فسموها تيونيكا باسكو. دي لايننج مين من جوه؟ تيونيكا البوجينيا والسته كمان. دكتور كده خلصت مين؟ كبسول قلنا كم كبسوله؟ ثلاثه. ثم خلصنا الترابيكي، قلت لك انها طالعه منين؟ مين جسد؟ مين خسر الترابيكي ده كامل؟ ولا السد زي ما تكون نون كونتينيوس كده؟ يعني اللوبيوله دي كونكتد باللوبيولز اللي جنبها ولا لا؟ خليك فاكرها. ثم الارضيه، احنا خلاص قلنا الترابيكي اتقسمها لوبيولز، الارضيه اسمها ريتيكولار كونكتيف تيشو اللي هو الاسطمبه اللي احنا حافظينها. تعالى بقى نخش على فارينج، مين يفكرني دي ميكسد ولا لا؟ ما دام ميكسد اقول اكسو ايه؟ كراين واندو كراين. اكسو كراين مين؟ مين يقول لي السيمينيفراس ايه؟ اللي بتفرز او بتصنع السبرمز. ثم في ما بينهم مين الاندو كراين؟ انترستيشال سيلز، ودي يا جماعه هطلع تيستوستيرون. عارفين هعمل ايه؟ هاخد ترانسفيرس سكشن كده في التستس. طيب مش دي انبوبه ملفلفه كده؟ لما اخد قطاع عرض مش كل لفه تبان دايره؟ ادي المنطق. مين شاف الدايره دي؟ واحده من مين؟ السيمينيفرس، وادي واحده ثانيه، وادي واحده ثالثه. مين دول؟ انترستيشال سيلز او بليدنج سيلز، بسميها انترستيشال سيلز او بليدنج، وانا مش هتكلم عليهم النهارده. انا هخش على طول على مين؟ سيمينيفراس تيوبيول. حضرتك قلت لي سيمينيفراس تيوبيول الواحده طولها كام؟ حوالي 50 سنتي، حوالي نص متر، والديامتر نحفظ الديامتر 200 مايكرومتر في الديامتر. حلو كلام؟ لاين بايه؟ مين شايف السيلز دي؟ خلي بالك بقى عشان في مفاهيم خاطئه تماما، ودايما الرسمه بتبقى ديسيبنج شويه عشان الرسمه دي علميه مش صح. لكن بص بص معايا، حد شايف الكور دي كلها؟ زمان كانوا فاكرينه ستراتيفايد ايبيثيليوم. طلع في ايبيثيليوم ولا دي سبرماتوجينيك سيلز، خطوات تصنيع سبرمز، فسموه ايه بقى؟ سبرماتوجينيك ايبيثيليوم. سموه ايه تاني؟ سبرماتوجينيك ايبيثيليوم. يا دكتور في نوعين من السيلز، نوعين كبار. حد يبص على الرسمه، حد شايف الاهرامات دي؟
هي دي يا جماعة قص القصة كلها، اسمها سيرتولي سيلز. والحقيقة في الكتاب بادي بالسبرماتوجينيك سيلز، أنا بحب أبتدي بالسيرتولي سيلز. في مين بقى تاني؟ أنا لسه ما بدأتش، خليكم معايا نعرف بس أسامي السيلز اسمها إيه؟ مين الهرم الكبير ده؟ سيرتولي. سيرتولي، واللي ما بينهم دول إيه؟ سبرماتوجينيك سيلز. طيب معلش يا دكتور، أنا هبتدي بمين دلوقتي يا ولادي؟ سيرتولي. مين يذكرني باللايت؟ طول بيراميد السيلز ولا لا؟ هو يا دكتور؟ لا لا، ما حدش يشرح للتاني، مش فاهم يسأل، ركز معايا. ممتدة منين لفين؟ من أول بيزنس إيه؟ من برين لغاية اليوم، يعني واخدة تقريبا الثيكنس بتاع السيمينيف راشيبيول كله ولا لا؟ طيب على فكرة تيجي غشاشة كلمة تخليك تقلب ثلاث أربع خمس جمل كده بسرعة. أخبارك أنت إيه؟ هو نجح الدكتوراه ده ليه؟ which is not true.
يا جماعة بص على ايدي لو سمحت. ادي السمنة في راسي ايه؟ تيوبيول. الارضية كلها دايما يور سنتوري سيلز. مين قاعد في قلبها؟ سبرماتوجينيك سيلز. يعني انا هنا كاني قصرت شوية مين؟ سبرماتوجينيك علشان اشوف مين تحتهم. اذا يا جماعة تتوقع ان انت تحمل بسكوب بسهولة تشوف سنتوري؟ خالص لا. صعبة جدا. وايه؟ عارفين بنفرح قوي ايه؟ واحلى النيوكليس بتاع السيرتون. اشوف النواه بس. خدت بالك النواه كلها مدوره الا دي شكلها ايه؟ اوفال او تريانجل اللي هي اصلا شكلها تريانجل. يبقى اول ما الاقي النيوكليس اوفال او تريانجل احلى دي بتاعت مين؟ سيرتوري سيل وما فيهاش نقاش. دكتور ملاحظين النوايات كلها مش فاتحه. شايفين معظمها غامق. مين النيوكليس فاتحه وفيها بروميننت نيوكليولس بتاع السيرتون. سعادتك قلت لي السيتوبلازم بين اسيدوفيليك. وانت شايفه اسيدوفيليك ولا غيره؟ وانت شايفه حدود الزيت؟ بس معلش نفهم اكتر. طب اوريك رسمه اقرب للواقع. دكتور سيب اللي فيه ده وافهم معايا اكتر. ما انا هفهم. انا كبرت مين دلوقتي؟ لا مش قول انا بشاور على ايه. دي ايه دي؟ سيرتون. ودي كمان ومين دي؟ النيوكليس. ودي كمان نيوكليس. مين خد باله ان الول في بوكيتس؟ حد شاف برج حمام؟ برج الحمام ده سيرتوري سيل. فاكرين شيرين لما غنت الايدنتي كان جنب برج حمام. برج الحمام ده البيزمنت ايه؟ برج الحمام ده السيرتوري سيل. يا جماعه ابراج الحمام دي فيها بوكيتس عيون. مين اللي قاعد فيها؟ بصرف النظر اللي هم سبرمات وجاي اكسس معايا. يبقى انا المفروض اشوف السيرتوري اصلا. يا جماعه مين محاولتها دايما يدور مغطيها؟ دكتوره لو سمحت سبرماتوجينيك سيل. لا بس عشان بصور. طب يبقى ده احنا بنعمل صح؟ لا انا مش مفروض بشوف السيرتوري سيل اصلا. انا يوم ما اشوف النيوكليس يكون استكشن معدي في النيوكليس يبقى هلانه وصعبه. طيب دكتور مين من ولادي شاطر يقول لي بقى؟ حد يوصفها لي احنا وصفناها باللايت. نقول بالالكترون بقى ليه النون كلير باونس؟ السن البرين بتاع السن ولا في انفاجينيشن؟ الانفاجينيشن دي في اللثه اللي هنا وهنا بس ولا اول اراوند؟ يا جماعه عامله كانها بوكيتس ولا لا؟ مين قاعد في البوكيتس دي؟ سبرماتوجينيك سيلز. على فكره طول ما انا بوصف فيها هقول وظائفها. يعني اول وظيفه ليها سبورتيف فانكشن تسند مين؟ سبرماتوجينيك سيلز. خلي بالك السبرماتوجينيك سيلز دي كلها غير قابله للحركه. حد يعرف؟ خش مولز طبعا شوفوا سلالم كهرباء. حضرتك بتتحرك ولا انت واقف والسلم هو اللي بيتحرك؟ تبصوا فين بره؟ كلكم بصيتوا بره ليه؟ السلم بياخدك وينقل بيك للليفل الاعلى. نفس فكره مين؟ السيرتوني هو السلم الكهرباء. مين انت فين؟ بتاعت البوكيتال. دكتور ده سبرماتوجينيك سيلز. يعني دي بتنقسم تدي دي وبعدين تتحول لدي تتحول ايه؟ كل واحده تطلع السلمه اللي فوقيها. طب انا هخش السلمه اللي فوقيها ازاي؟ يا حبايبي انت فاكر ان البوكيت دي حاجه صلبه؟ ابدا. حتى دي متغيره. يا جماعه عشان السيتوسكيلت يغير شكل السن ويغير مكان البوكيتس لازم يكون عندي سيتوسكيلت قوي جدا ولا يبقى من اول الحاجات اللي تقولها في الاي ال ان تقول لي في سترونج سيتوسكيلت. عارفه حد فكرني سيتوسكيلت كان مايكرو ايه؟ مايكرو ايه؟ مايكرو تيوبيولز ومايكرو فيلمنتس بالذات خيوط الاكتين لو تفتكر. طب ده عشان يعمل ايه؟ يسهل ايه؟ حركة مين؟ يعني بتعمل بتعمل اكتف ترانسبورت للسبرماتوجينيك سيلز كل واحده ليفل فوقيه.
يبقى مين عامله زي السلالم الكهرباء؟ البوكتس اللي موجوده فين؟ في السيرتوري. كنت عندك تخيل ان عندك سلالم كهرباء؟ دي من بدايه الخليقه. لا استنى عشان دي خلاقه من خلاقه دلوقتي، واحتاج حد من الاولاد يمثل بقى. طيب حد يفكر معايا كده، السن دي بتفرز هرمونات، بس عليها هرمونات دي في منها ليبيدز ومنها بروتينز، بصك عليها تبقى السيلز ريتش ايه. حد من ولادي يفكرني لو بعمل بروتين يلا اشتغل. كان في ثلاثه استنبه كده، نيومرس هاي دوبامين ويل ديفلوب بولجي ابريز ميني سيستمي اوف راك اي ار. طب والليبيد يبقى سموث اي ار ومعاها فات راك، كل ده مفقود. خلي بالك هنعرف انها خلايا اكولا والستك سيلز يبقى مليانه مين؟ لايزوزومز. ولايزوز الاقي برايمري وايه؟ وسكندري. كلام جميل قوي وانا سعيده بولادي دماغهم بتشتغل. طيب في بقى نقطه مهمه قوي، سعادتك قلت لي الولد موجود بمين؟ شايف دول؟ اسمهم سبرماتوجوني. كل المراحل دي اتكونت امتى؟ بعد البيوبرتي. يبقى جسم عارف ولا جسمك هيعتبرهم فورين بودي انتيجين ويعمل ضدها ايه؟ عارفين انتي سبيرم انتي بودز، ولو وصلت الانتي بودز تدمرهم كلهم. ربنا سبحانه وتعالى عشان يمنع الرياكشن ده يحصل، عارفين يمنع اوتو انيون رياكشن، اني اعمل انتي بودز ضد جسمك مش كده؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يمنع القصه دي عمل حاجه اسمها بلاد تيستس باري. اسمها ايه تاني؟ طب سيب بقى اللي في ايدك واسمع دي كويس قوي معايا. انا بشرح في مين يا دكاتره؟ في السيرتولي، وبشرح الفانكشن بتاعتها معاها في المرض. معلش يا دكتور انا باخد الستراكشر بتاع الباير دي. دكتور حد شايف الدراع ده؟ والدراع ده كمان؟ في lateral extensions كده بتطلع من السيرجي ومن السيرجي ولا لا؟ بيحصل ما بينهم tight junction كده اتقسمت السيميريفرال تيوبيول لكام حجره، اشتغل شغل مخك. اثنين في basal compartment ما فيهاش غير اليمين موجود بيها الولد موجود بيها اللي هي سبرماتوجونيا اللي اسمه ايه؟ عارفها؟ ده بص يا دكتور نبقى هنا بره في blood vessels فاكرين تيونيكا فاسكولوز؟ التيشو فلويد بيخش لأني حجرة بس البيز ما يقدرش يعدي لمين؟ دي بيسموها أديومينال كومبارت. اسمها ايه تاني؟ اللي فوق اسمها ايه؟ طب نقول تاني البي اللاترال اكستنشن اللي طالع من السرتولي سيل هنا وهنا بيحصل ما بينهم ايه؟ دايجنشن. على فكرة الرسمة دي علميا قلت لك صح؟ وانا عارفة ارسمها مجسمة كده؟ انا برسم لاترال يمين وشمال لكن هي اقول ايه؟ مين ده؟ بيزن مين؟ ولا مين؟ أنا سبتولي سب في يا جماعة بوكتس دايما يدوق. حد شاف دي؟ أدي مين ده؟ اللفل اكسنشن ده كده بس وكده بس؟ لا يا حبايبي ده داير إيه؟ أنا لابسة تحت ومع فيه ما مسطور عشان بس أنا واخدة بالي من النظرات بتبص لي الشزرة. ده انا عامله حسابي النهارده لبسه اتنين فوق بعض. اه عملت ايه بقى؟ النادر الاكستنشن ده طالع اقول ايه؟ اراوند وبيحصل تايم جنكشن مع دي بس ودي بس ولا دي بس ولا اول اراوند مع كل السيلز اللي حواليا. يا دكتور كده قسمنا السيميريفرس تيبيول الى كام كومبارتمنت؟ بيزل ما فيهاش غير مين؟ سبرماتوجونيا اللي هو موجود فيها. ثم اديومينال فيها ذا ريست اوف ذا سبرماتوجينيك سيلز. بس انا سؤال ازاي لما السبرماتوجونيا بتنقسم وتدي اللي بعدها ازاي بتعدي البارير؟ هو البارير وظيفته ايه؟ ان التيشو فلويد اللي متكون في الفيسلز اللي بره تقدر توصل لاي حجره بس؟
وما تقدرش تعدي مين للأديومنا كومبارتمنت إلا عن طريق السيرتوري سيلز. يعني بيني وبينك السيرتوري سيل، اسمع دي بيخش لها غذاء ولا لا؟ اللي عاجبها توصل، مش عاجبها تكسر. تكسروا مين؟ الرايزوم. لسه ما فهمناش قصة مش منوره في دماغنا. تيجي جنبي يا لاش دكتورة آلاء. أنا سبتولي سيل وآلاء كمان إيه؟ سبتولي سيل. حصل بينا إيه؟ نرجع لورا آلاء كمان إيه قلنا؟ ركز. حصل إيه؟ اطلعي برد كده. حصل إيه؟ تاي جانجل. كده مين اتقسم؟ حد فاكر ميزة الإيه؟ كومبارتمنت فيها سبرماتوجونيا، والباقي كله فوق. طب ازاي اول ما السبرماتوجونيا تنقسم وتدي سيل جديده؟ بسرعه. قرص عبيط بارير جديد يتكون ما بين القديم والجديد واللي فوق يفك. اذا البارير مش ثابت يا حبيبي. اقولها تاني؟ طبعا. التاني والتالت لغايه ما تخش مخنا حلو قوي. بس ممكن تركزوا؟ يعمل ايه؟ ما نصلح البيت للغواصة طلع. لازم تيجي اسباب. النبي هو يعمل ايه؟ يفتح الباب الداخلي. يروح معاك يقفل الباب الداخلي وبعدين يفتح الخارجي. طب لو مش متخيل دخل مش مشكلة، ما في باب ايه؟ يعني لازم تيجي باب. يبقى طول الوقت في باب بيتكون وباب يفك. كون الجديد ده ما بين مين ومين؟ ما تكوني والسيلز اللي طلع منها. بحيث ان البيزا الكمبارت ما فيهاش غير مين؟ ما فيهاش غير الشخير، ما فيهاش غير مين؟ سبرمات وجن. البيزا ليس فيها الا سبرمات وجن. اتفهمت ولا لسه؟ اها اها ده القديم. رص تاني طلع اهو واللي فوق ايه؟ شايفين؟ ابنائي دي فكره السيرتوري سيل ومعاها بلاد ديسيرفكت. الشاطر فيكوا بقى تعالى نجمع فانكشنز اوف سيرتوري سيل. اول وظيفه مين يقولها لي؟ يا جماعه هي مين اللي قاعد فيها؟ مين اللي قاعد فيه؟ سبرماتوجينيك سيلز. يبقى سبورت الفانكشن ولا لا؟ ده مش بس سبورت، انت بتعملهم اكتف ترانسبورت في اتجاه اليومن. خلي بالك كل السيلز اللي لسه بتتكون دي غير قادره على الحركه. ايه المطار؟ ايه لما بنقول ماتشور سبرم في الاخر اللي فوق ده برضه ده مطار. يعني محتاج يحصل له ايه؟ اكتف ترانسفيكيشن في اتجاه اليومن. طيب مين من ولادي كده يقولي وظيفه نيوتريشن؟ شرحناها. مين اللي بيغذيه؟ مش السيرتولي هي اللي بتوصل الغذاء. الماده المفيده توصلها، مش عاجبها تكسرها. طيب ليها فاجوسيتك فانكشن؟ اه. بص بقى بتاكل ايه؟
دكتور احيانا سبيرم مش قادر يوصل لماتشور سبيرم، مش عارف يوصل لماتشوريتي، ده بيحصل له ديجنريشن. مين ياكل بقى ديجنريتد سبيرم دي اللي كانوت ريتش الماتشوريتي؟ طيب دي حاجه تمام. بص دكتور، لما هندرس مراحل تكوين سبيرمز دكتور، في سبرماتوجون بتدي دوتر سبرماتوجون، يعني سبرماتوجون تايب A و B، و B دي تدي برايمري سبرماتوسايت، ثم ده برايمري يبقى فيه سكند سبرماتوسايت، ثم سبرماتيت. سبرماتيت ما انقسمش دايما، سبرماتيت ده بيحصل تعديل في شكل سبرميوجينيسيس. اسمها ايه تاني؟ يعني سبرميوجينيسيس يعني تحويل مين لمين؟ سبرماتيت الى ماتشور سبرم من غير سيل ديفيجن، ومجرد تعديل في شكل. معلش ممكن تسيب ايدك وتبص على المنظر ده؟ بصوا سبرماتيت اهو اهو، بصوا بينتهي يعدل في شكله، يعدل. مين خد باله ان في حته فضله كده ملهاش لازمه؟ بيسموها ريزيديوال بودي. انا عايزه اخد في الاخر شكل مين؟ سبرم. الريزيديوال بودي دي مين يا كل؟ سبتول. يبقى مين يقول لي بتاكل ام ايه؟ الشاطر يقول بتاكل اي ديجنريت سيلز، اي سبيرمز ويتش كانوت ريتش ايه؟ الماتشور سبيرم. وكمان بتاكل ريزيديوال بودز، الفضلات الناتجه عن اشتغل الناتجه عن عمليه مين؟ سبرميوجينيسيس. طيب في فانكشن اخرى سكريتوري فانكشن، الحته دي بقى عايزه افهمك قوي قوي ولطيفه قوي لو فهمتها. تخيل ده بتفرز وهو جنين، بتفرز قبل البلوغ، بتفرز بعد البلوغ. طب بتفرز ايه؟ كل مرحلة وليها وقتها. يقول لك في الام عارفين الاسبوع كامل الانترافيرال لايف، عارفين يعني ايه انترافيرال لايف؟ يعني والطفل البيبي ده لسه ايه؟ جنين في الرحم. دكتور في الاسبوع الثامن للتاسع بتفرز حاجه اسمها مولاريان انهيبيتنج سبستنس او انتي مولاريان هرمون. ايه عارفين ايه مولاريان؟ دي مولاريان ده اسم ايه؟ المولاريان دوت ده الجزء في الجنين اللي بيدي الفيميل جينيتكس. خلي بالك اثناء تكوين الجنين بيبقى عنده اثنين دوتس، واحده بتعمل فيميل والثانيه تعمل ايه؟ واحده بتبقى انهبيتد قبل الثانيه بتشتغل. مين اللي بينهبت المولاريا دكت اللي بيدي الفيميل جينيتال سيستم؟ سيكتولي سيل بتفرز انتي مولاريا سبس ويتش انهبت مين؟ انتي مولاريا من اسمها بتنهبت انهبات مين؟ المولاريا دكت اللي بيعمل فيميل جينيتال سيستم. كاني بقول بيمنع تكوين مين؟ طب انتوا عارفين ان في اطفال بتولدوا عندهم التو سيستمز؟ معناها مين مش انهبيتد؟ الموليريان. معناها مين ما اشتغلتش؟ السيرتوليسا. بقول لك كل البلاوي وكل الميزات المشكله دايما في مين؟ عاده السيرتوليسا. طب يا دكاتره يبقى اول حاجه في الجنين. طب بعد البيبي ما بيتولد لغايه قبل البيوبرتي، عارفين كلمة بري بيوبرتال تيستس؟ يعني في الشغل في الأطفال طالما لسه ما بلغش بتمنع الميوزس. يا جماعة هو مش انتوا عارفين ان عشان يتكون سبيرمز لازم يحصل أدنى نوع من الديفيجن؟ ميوزس. طب اذا انت كده اتمنع تكوين سبيرمز وإلا يحصل البلوغ اللي هو تكوين سبيرمز قبل البيوبرتي قبل معاده، يعني كانه بتمنع بلوغ بدري ولا لا؟ والا بقى بيبقى الدنيا عيلت قوي، يعني ده اطفال سبع سنين دول عايز يتجوز وعنده سبيرمز وعايز يدور على جواز. لا لا حد يقول لي تاني قبل البيوبرتي بتفرز ايه؟ سامسس ويتش انهبت ايه؟ مايوز. يعني في الاخر بتنهبت تكوين مين؟ سبيرم. بصوا بقى المفاجاه بعد البيوتي ده يا حبيبي السيرتولي سيل بتلعب دور مهم جدا بعد البلوغ. حضرتك انا قلت لك كلمه ثلاث سبيرمز اللي اتكونت في التستس لسه، هل لسه قادره على الحركه؟
وانا لسه نعمل دايت. عارف انت تكتسب القدره مش بس على الحركه، على الفيرتلايزيشن، انها تلقح الاوفر، تكتسبها معظمها في الابيدادامز. فكرني الابيدادامز ده كان ايه؟ اها دي عامل فوق مين؟ يعني السيمينيفرا تيوبولز سبيرم اللي كان من هنا لازم يروح يطلع هنا فوق ويتخزن لمده اتليست 48 ساعه عشان هنا بقى يكمل النمو، ينضج تماما، يبقى كيبل اوف فيرتلايزيشن موتيليتي اند فير. كم ساعة؟ طب اللي طالع ده طالع انتي جراد، يبقى لازم في حاجة تزق. فالستولي عارفين يا جماعة بتعمل دفء سائل كده اسمه تستيكولار فلود، ده مش السين، ده رايح من النفين، مش حاجة نرده على بس من البروستيبيول لغاية الابيدرمس. وصل مين لفين؟ وصل الموتايل ولا النون موتايل سبيرمز اللي هي لسه غير قادره على ايه الحركه؟ وصلها منين وداها فين؟ عايز اسمع بلادي من السيمينيفروس ايه تيوبيول وصلها للابيدادامز. يا ولاد اسمه ايه السائل ده؟ تستيكولار فلويد. اسمه ايه تاني؟ مين اللي صنعه؟ سيرتولي. بتعمل حاجه كمان الطلبه عاده ما بيفهموهاش، حاجه اسمها ABP اندروجين بايندينج بروتين. والتاني انا بس عايزه افهمكم حاجه، انتوا عارفين مين اللي بيدي امر للتست صناعي سبيرمز؟ هرمون اسمه التستو سيرون. مين اللي بيفرزه؟ الانترستيشن سنسو بيدك معايا ولا لا؟ طيب ادي يشتغل على مين بقى؟ على سبرمات وايه؟ جونيا، يقول لها ابتدي اعملي ديفيجن عشان يكون مين؟ سبيرمز. حلوه دكتور، سبرمات وجونيا دي ما بتعرفش تسوسيو، ملهاش ريسبتور يستقبل. حلو كده؟ لو مثلا هرمون شكله كده وادي الريسبتور، عارفين الريسبتور قصدي حرف واي كده، الريسبتور ده يستقبل هرمون ده؟ تعرفوا؟ لا. ايه رايك بقى؟ السيرتولي سالب. بتفرز حاجه اسمها اندروجين بايندينج بروتين، يعني بروتين ويتش بايندز لمين؟ هو اسمه ايه؟ ستيرون، وياخد شكل مين؟ فيخلي مين يستقبل ايه؟ سبرماتوجينيك سيل دي تستقبل التستوستيرون. حلو الكلام؟ تصورتوها يا ولاد، بس دي حته نازله قوي، يعني حتى الكتب مكتبينها بيج قوي. مين يقول لي تاني ايه الاندروجين بايندينج بروتين ده؟ ده بروتين مين اللي بيعمله؟ السيرتول، عشان يسهل ارتباط مين بمين؟ يقول لك اندروجين بايندينج بروتين، هو بروتين. واخد شكل مين؟ ويربط في مين؟ يمسك في مين؟ في التستو سيرون، هو الاندروجين يعني. يمسك في التستو سيرون او الاندروجين، فسميه اندروجين بايندينج بروتين. واخد شكل مين؟ فيخلي مين يستقبل ايه؟ السبرماتوجينيك سيلز تستقبل التستو. عارف مين اللي بيشجع القصه دي؟ عارف مين اللي بيخليها تفرز اندروجين بايندينج بروتين؟ ده اندر كنترول اوف اف اس اتش. مين شاطر بقى تقول لي اف اس اتش ده؟ ده صار ايه؟ فوليكولار ستيميوليتنج هرمون. مين يفكرني في الفيميل وظيفته ايه؟ دي استيميل روست اوف اوفيريان فوليك لغايه ما تشول ما تتكون ويتكون اوفر. طب مال ايه وظيفته؟ هل موجود في الرجاله؟ تحتها على طول بتفرز هرمون اسمه ايه؟
بنهبين خلاص وصلت بنهبين ده بينهبت مين؟ بينهبت مين؟ فمش هيكون أندروجين بايكو. فمين مش هيمسك في مين؟ يعني يمنع تكوين مين؟ فكرة في أوروبا ودول متقدمة الرجالة بتاخد حبوب منع. طبعا بالنسبة لنا مش بس مصر، دول الشرق الأوسط كله، يعني كل الدول العربية، قول راجل كده خد حاجة تمنع تكوين سبيرمز. ولا خد أنا كده خد حاجة. أيوه الشرق الأوسطيين كله يعني ملهاش علاقة بإيه؟ لا على فكرة العالم كتير هيقلدها ويتبادلها، يعني بتطلع وهاني وعبدالله حسن بطل أرجع يطلق وهاني مش عارفة إيه؟ مش عارفة تاخد الحبوب الأخيرة. لو في منهم بقى عشان يعني يعني هو مثلا خلف له اتنين ولا حاجة وبيلعب بدينه كتير، مش عايز حد يجي يقول له انا خلفت بيت، انتوا عارفين المصايب الكبيرة دي. ابنائي مين يقول لي لا معلش مهمة قوي، مين يقول لي مين يقول لي اسامي تقولوها لي ولا نفوت الحته دي خلاص؟ عرفنا اسامي الهرمونات؟ معلش قبل الولاده انتي بوليريان، طب بعد الولاده بس قبل البيوبرتي حاجه بتمنع ايه؟ مايوزس. طيب بعد البيوبرتي في اي مسار سبيرمز وجسمك اتعرف
الكريات دي وعمل بالدور انتي بودز هل توصل للسبرماتوجينيك سيلز؟ مين اللي هيمنع وصولها؟ البنك. يبقى بكل باي اول مينز بريفنتس اوتو اميون رياكشن انه يعمل انتي سبرم اميون جلوبينز ولو اتعملت مش هتعرف توصل. مين؟ يعني ده حته من السبرماتوجينيك تريبيون. ومين دول؟ على فكره انا عملت مجهود كبير قوي في الصوره دي ما حدش يفوتها. بص بص مين دول بقى؟ السبرماتوجينيك سيلز اللي قاعده على الجسم ميمبرين اسمها على فكره كبيره قوي دي برايمري سبرماتوسايتس اللي المفروض تدي سكندري ثم سبرماتيد ثم بص 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 يعمل ايه؟ معرفش بيروحوا فين بيخشوا جوه كده. ايه بقى اللي حوالين دي؟ حد شايف حاجه شبه السموث ماسلز اسمها مايويد سيلز؟ مين فكرني يعني ايه اويد؟ شبه. يبقى حاجه شبه مين؟ سموث ماسل. محاول طبيعي يا ولاد كيف بنشاور عليها في الداتا شفتي محاول ده سيمينيفرس ايه؟ على فكره حد يقول لي بتساعد وظيفه مين؟ لما تعمل كونتراكشن كده تساعد السلالم الكهرباء ولا لا؟ تساعد دفع مين في اتجاه ايه؟ سبرماتوجينيك سيلز في اتجاه اليوم. طيب وانا حاسه ان انتوا فاهمين بس كسلانين تقولوا الرسمه دي بقى تخلينا نعمل سبرماتوجينيك سيلز اللي انا سبتها في الاول في ثواني. يعني هسيبها لكم في الاخر تصوروا. حضرتك قلت لي اني اعقل شيء ده؟ ده بالنسبه لايه؟ انا هاخد دلوقتي خطوات تصنيع سبيرمز بيسموها سبرماتوجينيسيس. مين يقول يعني ايه سبرماتوجينيسيس؟ يعني ايه جينيسيس؟ يعني تقليب سبيرمز من اول مين لغايه فين؟ لا 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 ده اللعب بالحروف هنا جامد. من اول كلمه سبرماتوجينيسيس والي اللي موجود بيها لغايه ما اوصل للماتيور سبيرم دي اسمها ايه؟ سبرماتوجينيسيس. طيب سيبك في ايدك وخليك معايا. ادي الولد موجود فيها في سبرماتوجينيسيس دي راسلنج على مين؟ على الجسم. وعلى فكره سيلز صغيره جدا 12 مايكرومتر في الدم. للاسف مطلوب حفظ الارقام 12 مايكرومتر في الدم. دكاترة هل لسه حصل فيها مايوسس دي؟ يبقى فيها زي فلويد نمبر اوف كروموسومز ولا لا؟ مين فكرني دي فلويد يعني كام؟ يعني كام ام؟ 2 ام يعني 46 كروموسوم. حد فاكر مش ده مين؟ دكتور سبرماتوجونيا دي حصل فيها ايه؟ لا يا ابني خليك معايا خليكوا معايا يا ولاد. سبرماتوجونيا دي فيها حياة ثلاثة في دار وفي بيت. الحياة في طيب ايه والطيب خلي بالك الصف الاولاني ده مين؟ طيب طيب ايه ده في كم نوع؟ مين خدمت في نوع نواياته غامقة وسميته دار طيب ايه؟ طب النوايات بتاعته فاتحة فين الطيب؟ الحياة الدار ده دي بتبقى اساسا بره السايت. عارف دي الريزيرف دي القاعد الاحتياطي القاعد على الدكه. لكن لما نعوز تكوين سبيرمز تبتدي تنقسم وعدد يزيد ثم تتحول الى فين طيب ايه؟ مين يقول لي بقى فين ده اكتف ولا ان اكتف؟ دي بقى الستيم سيلز اللي هتديني كل اللي جاي بعد. يبقى مين ريزيرف؟ طب مين ستيم سيل او سايكلينج سيلز؟ البيل تايب ايه؟ البيل تايب ايه هتعمل مين؟ تايب ايه. طب مين قوي ملاحظه يقول تايب بي شبه مين فيه؟ شبه البيل تايب ايه بس محتاجين سن اكبر لارجر من دايمتر. طيب تايب بي دي دكتور
فيبتدي يحصل لها growth insights. growth يعني ايه؟ بص لما مين عمل division حاجة بزيت يسميها proliferation يعني انتزت ايه؟ نعم؟ ثم ادتني عدد كبير من سبرماتوجونيا وطايب ايه تحولت الى طايب بي هي ممكن تنقصت بس اساسا هو انسايز ده للجنين دي اهم سنة برايمال سبرماتوسايد خلي بالكم يا ولاد برايمال سبرماتوسايد دي اكبر سنة بتوصل ل 18 ميكرومتر في الدم وبشوفها صفين وساعات ثلاثة two or three rows of very large cell كام تشتغل؟ ده انت كام؟ 18 مين خبان شكل الكروموزومز؟ النوادي تحس ان الكروموزوم سبويلد كده ولا لا؟ حد فاكر الميوزس او تكوين السبرم بعدين بياخد قد ايه؟ كام يوم؟ من 64 ل 70 عشان يتكون مين؟ في طلبة بيفهموني غلط يعني يقول لي لو خرج سبيرمز النهارده او 64 ل 70 يوم عشان يتكون سبيرمز تاني لا يا حبيبي مين طول الوقت شغاله؟ طول الوقت بتعمل ديفيجن وتدي للكوين اللي عايز اقوله ايه؟ سبيرم اللي خرج النهارده بدايه تكوينه كانت من امتى؟ من 64 الى 70 طيب مين يفكرني الميوزس بيحصل في مين؟ الفايبر يا جماعه دي 46 كروموزوم دي ديبلويد دكتوره يعني 2 ال دي هتخش في الماتوريشن يعني ميوزس دكاتره الكلمات لازم تفهم مين يقول يعني ايه بروليفريشن؟ ريبيت الميتوز عشان ازيد في الايه؟ النمبر ثم جروس يعني انكريزنج سايز مين اللي هتكبر بالسايز؟ طيب بي هتكبر تتحول الى اكبر واحده برايمري سبرماتوسايد برايمري سبرماتوسايد دي اكبرهم حجما واكثرهم عددا اللي بنشوفها كتير قوي دكتور كام صف؟ 2 او 3 روز النيوكليس لارج ولا لا؟ ولا شايف الكروموزومز فيها بلفلفه كده دي تعرفها اوريكم في الداتا شو بتلاقي الكروموزومز بلفلفه دكاتره انت عارف حد فاكر سنة اولى البروفيز بتاع الفيرست ماتر ديفيجن قلنا في الرجل مدته 22 يوم هو البروفيز ده اللي بشوف الكروموزومز فيه تلفلف وتبقى كويل عشان كده المرحلة دي بشوفها المدة طويلة او بشوفها كذا طبقة في التسس ولا لا بتقعد كم يوم؟ 22 بعدين تكمل فيرست ماتر ديفيجن وتدي مين؟ secondary spermatocyte دكتور كده first mother division تم يبقى secondary spermatocyte أكبر ولا أصغر من primary أصغر فيها full number ولا half number يعني 2N ولا 1N مش 1N دي بسميها haploid number دكتور الhaploid number عشان كده حجم النيوكليس ايه يعني هو لسه انصغرت بقى نص عندك كروموزومز فحجم السيل كله ايه؟ هيقل يبقى بني لو عرفت تشوف الستيج دي تحت الميكروسكوب انهي ستيج؟ سكند عايز اسمع ليه؟ لانها شورت ليفت بمجرد ما بتتكون بتخش في السكند ماتريك ديفيجن وتدي على طول مين؟ سبرماتي على فكره لما نقول في الداتا شو مين السيل دي عمرك ما تقول سكند سبرماتوسايت اللي يقولها يبقى حمار كبير احنا نشوف مين في الداتا شو سبرماتوجون اشوفها حلوه قوي واعرفها بانها قاعده على مين باسم اول ما الاقي السيل كبرت والنيوكليس فيها كلاكيع كده يبقى دي مين برايمري سبرماتوسايت المرحله اللي هشوفها على طول هنط مين سكندلي تخش في السكند مايوتيك ديفيجن وتدي سبرماتوجين عارفين يا جماعة مين أكبر سيل؟ رايت؟ اللي كان دامتر كام؟
18 وفيها ديبلويد نمبر. مين اصغر سيل؟ سبرمتي. شيل واحد بدل 18 تبقى 8 مايكرو. تبقى كام؟ 8 مايكرو. دكاترة فيها عدد كامل ولا هابلويد؟ يبقى لو انت فاهم هابلويد بيبتدي من انهي سيل في كل جيم سكيور يا جماعة؟ بيبتدي من الثلاثة وعشرة. من انهي سيل يعني؟ سكند يبقى سكند سبرماتوسايت ثم سبرماتيد ثم مين؟ ماتيور سبرم. كل دول هابلويد نعم. انما لو بتكلم على الديبلويد مين؟ سبرماتوجونيا انواع ثم برايمري سبرماتوسايت. طيب مين يوصف لي سبرماتيد؟ سمول راوندد سيل. النيوكليس فين؟ سيل راوندد جينير مين؟ بعرفها انها قرب اليوم يا جماعة. قرب اليومن. ودي بقى تعمل ديفيجن تاني يا دكتور؟ تعمل ديفيجن تاني؟ لا، تخش بعملية تحول في الشكل. عارفين كلمة ميتامورفوزس؟ ميتا يعني تشينج، مورفولوجي يعني تشينج. دي اللي بنسميها سبرميوجينيسيس. اسمعي تاني. بص بقى التلاعب بالاسامي، عشان زمان كنا بنجيب السؤال ده سؤال لونج. اتكلم على لو قال لي سبرماتوجينيسيس يبقى عايز من اول فين لفين. ركز. من اول سبرماتوجونيا انواعها لغايه ماتيور سبرم. دي بنقسمها قسمين كبار قوي. دكتور سيب لي كده بليز وافهم. دي بنقسمها من اول هنا يا جماعه سبرماتوجونيا لغايه مين؟ هل اتكون سبرم ولا السل اللي هتتحول سبرم؟ فاسمها ايه؟ سبرماتوسايتوجينيسيس. يعني ايه كلمه دي؟ جينيسيس تخليق. السل اللي هتتحول لسبرم اللي هي مقصود بيها سبرماتيد. لو انت فهمت سبرماتوسايتوجينيسيس مين خد باله الكبه؟ واحد زائد اثنين زائد ثلاثه. مين واحد واثنين وثلاثه؟ بروليفريشن وجروث لغايه كلمه يعني ماتوريشن مايوزس فيرست مارتك ثم يعني لغايه ما اوصل لمين. طيب تحويل سبرماتيد الى ماتشور سبرم باي ميتامورفوزس وذاوت سيل ديفيجن، دي كنا بنسميها ايه؟ سبرميوجينيسيس. الكلمه المتوسطه في الحجم تساوي الكلمه الكبيره قوي زائد الكلمه الصغيره قوي. لو انت فاهم يبقى سبرمات وايه؟ جينيسيس تساوي 8 بلس 8. سبرماتوسايتوجينيسيس زائد سبرميو. وفهمنا سبرميو جينيسيس تحويل مين لمين؟ سبرماتيد الى ماتيور سبرم. وانا سبرميو جينيسيس هاجلها لبكره. انتوا عارفين ميعادنا جاي امتى؟ اسمعوني.